تم هلا مشاهدينا بنكمل رحلتنا الصباحية لليوم مع محطتنا التالية. نور، بال 2019 كان عندنا رحلة نحن وكاميرا الإخبارية السورية، كان عندنا هيك جولة صباحية ضمن القرى السورية الجميلة، وتعرفنا على أطيب ناس وعلى أهم ناس عندهم منتجات طبيعية من البيئة، بيتمتعوا بكرم الضيافة وحسن الاستقبال والمواد الإنتاجية من الأراضي ومن عندهم من ضيعهم غير شكل. واليوم اتطوروا وشي أكيد بيرفع الراس، وكلنا مبسوطين أكيد أنه عنا هيك ناس، عنا هيك فرقة، عنا هيك فعاليات عم يشاركوا فيها ويعملوا جولات بالمحافظات السورية لنتعرف على منتجات هاي القرية السورية يلي هي اسمها دير ماما. يعني هاي القرية يلي بتتمتع بكتير من المنتجات يلي هلأ رح نتعرف عليها، يلي من الروائح اللي بتجنن يلي معنا هيك مثل ما بدنا هيك نشوف هيك شوي عبر الكاميرا. رح نحكي أكثر عن المشاركات، عن المنتجات، كيف تطوروا، لوين أهدافهم وشو مشاركاتهم وشو عندهم منتجات لحتى نقدر نحن كسوريين نحصل عليها. أكيد بيصيرنا نرحب بالمنسق الإعلامي لفرقة دير ماما لإحياء التراث الصديق محمد عباس. صباح الخير محمد. صباحكم. أهلا وسهلا فيك. الورد والنبتات والروائح والروائح الطيبة. أكيد يسعد صباحكم. صباح. يسعد صباحك. دائما لما نحكي عن الطبيعة بيكون الحديث مختلف، يعني أي شيء من الطبيعة له هيك شيء خاص جوا قلوبنا وحتى ذاكرتنا مرسومة بالطفولة. خلينا نحكي عن بداية مشروعكم، عن هي الفرقة وكيف الشغل أساساً لما فعلياً تعطي للأرض من قلبك بتعطيها كمان هي بتعطيك من قلبك. تماماً، مثل ما حكينا يعني الإنسان ابن بيئته، والبيئة اللي نحن عايشين فيها بتفرض علينا كتير من هالأشياء الجميلة اللي عم نحكي عنها واللي ذكريتها ليها. هلأ بال 2019 فعلاً كان وقتها مهرجان الربيع، واجتمع مع مهرجان التراث السوري إيكيتو اللي انقام بمناسبة عيد رأس السنة السورية، فكان لدير ماما هيك خصوصية مثل ما هي بالواقع، فخصوها بهذا المهرجان. وقتها كانت الفرقة كإعادة هيكلية وتنظيم أكثر ويكون شيء منظم بدل ما يكون شيء عفوي شيء شعبي، حبينا لا يكون تنظيم ندمج الأعمار المختلفة، الطفل والصغير، الطفل الصغير الأعمار اليافع كمان، وعندنا الشباب وعندنا الختائرية كمان الكبارية، اللي نحن هدول الختائرية هنن هذا التراث، فنحن عم نتعلم منهم، فعم ناخذ الشيء الأساسي من أصحابه الأصليين. فأنت وقت اللي عم تعلم الطفل من الشيء الأصلي، فأنت صحيح. عم تربي جيل على محبة هذه الأشياء الأساسية والصحية. فهيك كانت الانطلاقة لفرقة دير ماما لأحياء التراث. طبعا أحياء التراث بنوعيه المادي واللا مادي، يعني نحن ما لنا متوقفين على نوع معين، مثلا صناعة معينة، لا، بس تراثنا غني، بيئتنا غنية كتير، بيئة حضارية ثقافية فكرية، بالإضافة للمنتجات أيضا، بالإضافة للحكايات للأساس الثقافة. لذلك نحن انطلقنا بهي الفكرة، حبينا تكون منظمة أكثر، ومثل ما قالت ليا أكيد نحن تطورنا عن قبل. صحيح. سنة عن سنة عم نتطور، هدول الأطفال اللي عم يكبروا معنا كمان هن عم يخلونا نضل مستمرين ومتابعين، بالإضافة إلى حماس الكبارية أنه لا نحن لازم نستمر، والشباب اللي بظل هالظروف حابب يعمل شيء وحابين أكيد نحافظ على هذا الشيء اللي نحن فيه. صحيح ماما. يعني ضيعة دير ماما هي من أجمل الضيع السورية أكيد، واللي بتتمنى اللي بتتمتع بأجمل المنتجات السورية. محمد، خلينا هيك بالبداية نتعرف. هلأ أول شيء رح أقول لكم شو الريحة الخارقة يلي عم شمها أنا، اللي هي اللافندر. اللافندر يعني ريحته كتير حلوة، هذا مزروع بدير ماما، بجبال دير ماما أكيد. نحن أنتم عم تجففوه هلأ ضمن مشروعكم، خلينا هيك نحكي مثلا بنبدأ باللافندر وبننتقل من منتج لمنتج لحتى نتعرف شو عندكم، لحتى نعرف كيف بدنا نتواصل معك يا محمد ونحصل على منتجات طيبة. تمام أكيد. هلأ مثل ما حكيت اللافندر هو أحد المواد العشبية الموجودة بجبالنا، بالإضافة للزوفة، الزعتر البري، كمان الزعتر العريض نوعيها، يعني العريض والرفيع البري الأساسي، وهذا بيقولوا له الزعتر الخليلي.
كمان عندنا التين المجفف بانواعه. التين المجفف واللي بينصنع منه هبول التين اللي مشتهره في منطقه مصيف عموما. خلينا نحملهم بايدنا. صحيح اكيد. يلا تلبس الهبول هيك. تفضلي. التين انت مو مشكله. اذا عندنا مثل ما انا شايفين هبول التين هون التين المجفف من ثمره التين طبعا مجفف طبيعيا بدون اي اضافات. مجفف على كمان على اعواد بسموه عندنا نبات الحيصل. نبات من الجبل ذو رائحه عطريه فواحه. يجفف التين عليه. بعد التجفيف نحن حبوا يبتكروا ابتكروا اهل المنطقه صنعوا من التين انواع. انواع صحيح. لا النوع الاساسي اللي كانوا متعارف عليه عند اجدادنا هو الهبول اللي مصنوع بالطحين البرغل او الفريفيره باللغه الشعبيه. ليه اسمه هبول؟ لانه هو بيتعرض للبخار يعني بيتهبل على البخار. بيتهبل صحيح. بيتهبل على البخار المنطقة. فلهيك فانت شو فائده تعريضه للبخار؟ اولا تعقيم هي الثمره، ثاني شيء بتحفظها لسنه وسنتين وثلاثه انت ما بتنتزع، ثاني شيء ما بتفقد خصائصها يعني انت مع يعني احتفظت بعناصرها الغذائيه الكامله اللي هي التين المجفف اثناء التصنيع. هلا في مواد طبيعيه وقت اللي بتصنعيها هي بتفقد خصائصها، لا التين بيحافظ عليها. فنحن شو راح تطوره؟ ابتكروا انه لا ليش ما فينا نضيف اسا فوائد اكثر للتين باضافه المكسرات. طبعا هي المزروعه بالارض. صحيح. ما عم نجيب مكسرات ما انا موجوده بالبيئه، لا من الارض يعني الجوز واللوز هو موجود بالارض بطبيعه الضيعه، والسمسم كمان بينزرع باراضينا بريفنا كمان. فكله طبيعي ومن الارض، فبنضيف له مواد طبيعيه وبنشتغلها. فهذه الاضافات اسا جعلت التين قيمه غذائيه اكثر. فانت عم تاخذي شيء صحي، شيء نظيف وشيء طبيعي ومن مصدره الاساسي دون اي اضافه. شجره حمبلاس كمان خلينا نرفع محمد عليه. اكيد هي الحب القاس كمان من نباتات الجبل. صحيح. هلا هو بيطلع بالشكل البري، فاهل البلدي عدلوا عليه فصار بهذا الشكل المعروف. طبعا الريحه والطعمه يعني شيء لا يوصف. بس مره لا لا كثير حلو. حلو صحيح. هذا حلو لانه هو معدل عليه وبيشرب من ميه النبع مباشره. بس قديش حلو. يمكن هلا عم نشوف معكم المنتجات الطبيعيه هي جزء من تراث المنطقه. تماما. هي احلى شيء يمكن بالشغل اللي عم تشتغلوه، وانت قلت كلمه ببدايه حديثك لما الاطفال عم يشتغلوا معكم هذا جزء بتخزين بالذاكره تبعهم تراث المنطقه. لما نقول الهبول والتين هي بتعرف على المنطقه، ولما نقول حتى لما تم تعديل الهبول التين بطريقه هيك عصريه شوي حافظ على الخصائص الاساسيه لهيدا التراث. هي جزئيه كثير مهمه لانه كل محافظه او كل منطقه او كل ضيعه الى خصائصها الى تراثها الخاص حتى بالمأكولات بتتميز بهذا الشيء جدا مهمه ونحن بنعتز يعني انت وقت اللي بتعلمي الطفل الصنعه الاساسيه بدال هو ما يجي مثلا لوقت يكبر يصير ما عنده صنعه غير وظيفته مثلا. هلا اغلب اهل دير ماما هن من طبقه الموظفين يعني. فهو بدك دخل اضافه. فانت بدك تخلقي مشروعك. فالسيده بدير ماما حبت تخلق مشروعها خاص يعني حبت تخلق مشروعها الخاص اللي هو من طريق هالمنتجات، ما بيتعارض مع دوامها وبنفس الوقت هي عملت مونة بيتها. صحيح. ومونة البيوت اللي بحبوها واللي بتحبهم واسست مشروع صغير فادت عائلتها فيه وعطت دخل اضافي لعائلتها. بيشتغل فيه الطفل، بيشتغل فيه الكبير، بيشتغل فيه الصغير، الزوج الزوجي، كل العائله بتشتغل فيه. هالجمعه العائله نرجع نحن قد ايه بحاجه بهالايام لنرجع لجمعه العائله ودفى العائله والمحبه. صحيح. اكيد. فوقت بتجتمع العائله كلها على هذا الشغل. هلا مثلا دبس الرمان كمان علامه فارقه بتاريخ دير ماما يعني. انت عم تحكي عن منتج غير انه تراثي، انت عم تحكي عن منتج عم تستفيدي منه طبيعي، يعني في بيت ما بيحتاج دبس الرمان؟ اكيد شيء اساسي وشيء صحي بيعالج من الكثير يعني صيدليه غذائيه دبس الرمان. صحيح. فعلامه مميزه لدير ماما ايضا. الارض السوريه غنيه يعني. غنيه الارض السوريه بالاعشاب يعني كله. صحيح. اللي احنا بنرجع للطبيعه فما في حاجه لاي شيء صناعي، اي شيء يعني كثير بتشوف الساكنين بالضياع عموما صحتهم احسن من اللي ساكنين بالمدينه. يعني الطبيعه وطبيعه الغذاء كمان صارت عم تفرض الهواء، خيرات الارض، النظافه اللي موجوده بخيرات الارض كمان يعني. اكيد محمد لكل هيك حدا اللي عم يشوف المنتجات وعن جد انا مجربتهم عن جد على عيني المنتجات دير ماما وهال يعني بينقلوا لك الطيبه وطيبه الناس وطيبه وخير الارض. تمام. خلينا نحكي كيف نحن فينا نحصل على هي المنتجات، كيف فينا نحن ندعم هي المشاريع الصغيره خلينا نسميها لتشغيل اليد العامله بوقت الفراغ مثل ما ذكرت.
كيف فينا نحن هي المونة انه نحن ناخذ منا باقي المحافظات السورية. تمام. يمكن دير ماما هيك خلينا شوي نحكي على عضيعتك الحلوة أكيد. يلي محمد متبنيها للضيعة من عدا أي مقابل مادي إن كان على الفيسبوك على الإنستغرام على الإعلام السوري. تمام. بنلاقي دايماً عم يجيب الكاميرات لحتى يفرجي صناعة الحرير بدير ماما. هلأ كمان لازم نروي هاليا خلينا نحكي عن الموقع الجغرافي لدير ماما. خلينا نحكي كيف فينا نحصل على المنتجات وعلى صناعة الحرير قبل ما يدهم من الوقت. تمام. هلأ أول شيء دير ماما بلدة بريف منطقة مصياف تتبع محافظة حماتة بعد 12 كيلومتر في الشمال الغربي لمدينة مصياف السورية. طبعا بلدة العلم والثقافة الأولى بالمنطقة فيها يعني العمل الشعبي بدير ماما هو اللي عمر المدرسة من عشرينات القرن الماضي. حتى قبل ما يكون في مدرسة أساسية اللي تعمرت بالعمل الشعبي كان بيت كل حدا كل شهر مثلا بيت حدا يعملوا مدرسة ياخذوا البيت مثلا كانت بيوت قديمه يعملوا المدرسه بهذا البيت. فهذه ثقافه العلم انتشرت عبر الاجيال ونحن وصلت لنا اكيد وحاولنا نطور فيها. بلده العلم الاولى بالمنطقه الثقافي ابناء دير ماما فيها عدد لا يعد ولا يحصى من الشهادات الجامعيه والطلاب المتوزعين على جامعات القطر. وامس كان عندنا بروفيسور ايضا تعين بجامعه الحكوميه البريطانيه كمان. والكليل كلهم بيشاركوا فيه وكتب الكتاب كلهم بيشاركوا فيه. هي يعني سميت دير ماما نسبه الى القديس ماما الموجود موجود في الدير بالبلدي لسه ليومنا هذا. وهي تعايش اهل البلدي مع بعض يعني الكليل مثل ما حكيت ليا بنشارك كلنا فيه ونفس الشيء وكتب الكتاب الكل بيشارك فيه. التعايش الحلو فرض هذا الجو أيضا. بالإضافة لنحكي كمان عن تسويق المنتجات نحن بنتمنى انه هلا هي كلها مبادرات عفوية كل بيت بدير ماما اكيد بيشتغل. صحيح. بس نحن بنتمنى يكون في دعم اكثر من المنظمات من الوزارات المسؤوله انه يكون في وحده تصنيع غذائي بدير ماما عن جد تفيد هالاهالي نعمل نخلق فرصه. صحيح. عمل اكبر نكون كل نجمع هالايادي العامله ونختار منتج في يد عامله وفي منتجات في منتجات بكميه هائله. صحيح. يعني نحن كل عائله بدير ماما بتعمل منتجات هائلة من دبس الرمانتي الهبول وكل هالصيدلية العشبية اللي شايفينها. فنحن بدنا لا نحن نجمعها أكثر وتكون كلياتها صيدلية يعني بمكان معين مثل ما قلت ينباع فيها هاي المنتجات ناخذها بهامش ربحي بسيط من بيعود بالخير على هالعائلات. وانت عم تاخذي من المنتج للمستهلك مباشره ما في وسيط انت عم تاخذي منتج اصلي وبسعر مقبول جدا. اكيد بنتمنى يكون في دعم لهذا القصه. طيب كيف بدي انا مثلا اي حدا هلا المنتجات دير ماما عم تشارك بمعارض بكافه المحافظات أونلاين السوري خلينا نحكي واونلاين موجودين نحن عبر صفحتنا اخبار دير ماما اكيد صفحتي صفحه المنتجين الموجودين اكيد عم يعني التسويق مثل ما حكيت عم حاول انا قدر الامكان انا ومجموعه من الشباب وهي فرقة التراث أيضا اللي بتضم كل هذه الأعمار. فرقة التراث يعني عم تحاول تنقل هذا الشيء بمشاركاتها بالمهرجانات. عم تنقل هذا الشيء وهذه الصناعات وهذه اللي لحتى نسوق اكثر. صحيح. يعني لحتى نسوق اكثر لانه كثير بنفتقر للتسويق. يمكن من برنا بنضم صوتنا لصوتك ليكون في دعم كثير كبير لهي المشاريع وللمجتمع الاهلي بالضيع قديش فعليا هو مجتمع متفاني قديش فعلا بيحاول يمكن يعمل من ولا شيء كل شيء اليوم من المنتجات الطبيعيه. فصوتنا بنضم اكيد وتحية لكل أهالي دير ماما يعطيكم ألف عافية بنتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يا رب يكون في وحدة تصنيع غذائية هيك صغيرة بدير ماما نشوف إنتاج لسه أكبر على مستوى سوريا مو فقط يعني المحافظة. بلدي قدمت أكثر من 200 شهيد و300 جريح وقدمت لكثير دير ماما من العلم والمعرفة والثقافة. لا ومو بس دير ماما طبعا نحن بنحكي لازم نهتم بكل ريفنا السوري. صحيح. نرجع معلش نخلق مشاريع صغيرة ما نقعد نتفرج إنه لا ما في شغل. لا فينا بعد وظيفتنا بعد هي كل هاي المنتجات عم تنشغل بعد الدوام. يعطيكم الف عافيه واكيد نتمنى لكم التوفيق. محمد اكيد كثير انبسطنا انه رجعنا التقينا بعد 2019 بعد سنين وتعرفنا مع بعض على تطوركم وهي الهمه اللي عندكم. اكيد فخورين فيكم. سلام لكل اهالي دير ماما وموفقين يا رب وان شاء الله يا رب توصلوا للعالميه لانه عن جد بتستاهلوا. انتم من الاشخاص المميزين ان شاء الله يا رب. وانا بنقل لكم تحيه كل حدا بدير ماما عم يشتغل وانا بوجه لهم تحيه لاهل بلدتي اكيد.
الجديد اللي انا بفتخر فيهم، وبنكبر بهذه الروح الحلوه اللي عندهم، وروح المبادره وروح العمل والاصرار، انه نحن مصرين نقدم شيء، مصرين نعمل شيء لحتى نكون علامه فارقه وتضل دير ماما محافظه على مكانتها. وشكرا لكم ويسعد صباح الجميع. شكرا كثير.